كم جماعة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم جماعة؟ كم فرقة كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ كانوا جماعة واحدة أو جماعات؟ والله الذي يقول أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أكثر من جماعة هذا كاذب، جماعة واحدة. الله سبحانه وتعالى إذا لابد أن نجتمع ونكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أي جماعة؟ إمام ربيه لكن إمام شافعي تأكد نحن جماعة هنا. جماعة واحدة، جماعة النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. إمام أهل السنة والجماعة إمام النبي صلى الله عليه وسلم هاي من تعتني بيرب النبي صلى الله عليه وسلم. كل جماعة من الجماعات ومن الفرق التي نراها في هذه الأيام تنتسب إلى إنسان غير معصوم، والإمام الشافعي الأئمة الأربعة رحمهم الله ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. نعبد كم رب؟ نعبد رب واحد سبحانه وتعالى. نتبع كم إنسان نتبع؟ نبي واحد عليه الصلاة والسلام. كم شريعة عندنا؟ كم شريعة؟ شريعة واحدة. كم قبلة عندنا؟ قبلة واحدة. كم أمة نحن؟ أمة واحدة. الشيطان يريد أن نفترق. الشيطان يريد أننا نفترق لا نكون أمة واحدة. الشيطان يريد أن نفترق. إذن لابد أن نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. انتبه، إذا لم تسر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والله تبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ជាថ្ងៃនៅថ្ងៃកិយាមាអំពីបណ្ដូរហូតរបស់នាយីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាម